فخدة خروف بالفرن. أول شي غسلت الفخدة وشلت شوية من الفات حوالين الفخدة. بعمل فتحات بالسكينة وبالخلاط. هون حطيت كوب لبن، 5 حبات توم وبصلة وزنجبيل أخضر. بضيف لها معلقة كبيرة هيل، معلقة كبيرة ملح، معلقة صغيرة كركم، فلفل أسود معلقة صغيرة، معلقة كبيرة كمون، معلقة كبيرة كزبرة مطحونة. بحاول أدخل التتبيلة بالفتحات اللي عملتها بالسكينة. بغطيها بورق قزير، بدخلها على الثلاجة لتاني يوم. بطلع الفخدة من الثلاجة، بتركها نص ساعة قبل ما أدخلها على الفرن. في قلاية على النار بسخن شوية زيت، بحط عليها قرفة عيدان وسمار حب، فلفل أسود عيدان وحب هيل. أنا ما عندي حطيت هيل مطحون، وبقلبهم. بصبهم فوق الفخدة وبغطيها بورق قزير وبدخلها على الفرن لمدة 2 ساعة كاملة. كل كيلو لحمة بده 1 ساعة كاملة بالفرن. وبعد ما تستوي بشيل ورق القزير عنها، بدخلها على الفرن تنشف شوي وتتحمر. بنقلها على صحن التقديم بعد ما نشفتها شوي. صحتين وعافية.